السلام عليكم الأخوات والإخوان، كيف الحال؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وتكونوا إن شاء الله في صحة جيدة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كنتم أول مرة كتشوفوا القناة، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم إن شاء الله كل جديد فضلا وليس أمرا. ولا يعجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر اللايك. الاخوات، اليوم غادي نحضر معكم اصابع الشوفان اللي كتباع في المحلات باثمنه غاليه، ولكن الاحسن اننا نحضروها في البيت لانها كتكون الطاقه ديالها الغذائيه كتكون عاليه، لاننا كنحضروها بانفسنا وكنعرفوش كنديرو فيها. اذا غادي نحتاج، هنا عندي كاوكاو، هنا كاوكاو محمر، شريته هكا محمر من ليدل. عندي العنب الجاف، عندي هنا اللوز قطع الى قطع، عندي الحبوب ديال نوار الشمس، زريعة نوار الشمس، وهنا عندي فواكه جافة مقطعة الى قطع صغيرة، وعندي بطبيعة الحال الشوفان. كنا كنعرفوا الشوفان وكنا كنعرفوا فوائد الشوفان للصحة ديالنا. اذا هنا استعملت شوفان 500 غرام، غنستعمل 500 غرام من الشوفان. وبطبيعة الحال غادي نحتاجوا العسل الطبيعي. اذا غادي نمر لطريقة التحضير. اذا اول حاجة غادي نضع الشوفان في هذا الصحن اللي غادي نخلط فيه المكونات. اذا هنا عندي 500 غرام من الشوفان، اذا غادي نخلط معها الاشياء اللي ما محمراش. عندي اللوز وعندي هاد البذور ديال نوار الشمس، هنا كما كتشوفوا عندي اللوز اللي قطعته القطع. اذا غادي نضيف العسل الطبيعي، غادي نضيف 4 ملاعق من العسل. اذا غادي نضيف 4 ملاعق من العسل الطبيعي، كان 4 ملاعق من العسل، وغادي نخلطوا هذا الخليط جيدا. من الاحسن اننا نخلطوه باليدين. اذا غادي نخلط هذا الخليط جيدا حتى يتجانسوا ليا هذه العناصر مع العسل. اذا الاخوات كما كتشوفوا راه خلط داك الخليط جيدا، حتى دخلت العسل في داك الشوفان واللوز والزريعه ديال نوار الشمس بهذا الشكل هذا. دابا الاخوات غادي ندير هذا الخليط هذا في الفرن يتحمص. اذا الاخوات هنا عندي طاوله اللي غادي تمشي للفرن، غادي نضيف هذا الخليط هذا. اخوات هاد الاصابع ديال الشوفان كتجي هائله وغنيه بالطاقه، كتزودنا بالطاقه. اذا غادي ندير هاد الخليط في الفرن، نضع الخليط في الفرن حتى نحصلوا على لون، يعني يكون محمر لون ذهبي، تيتحمر لينا هاد الخليط جيدا. نتلاقاو من بعد. الاخوات هنا غادي نقوموا بادابه ربع كيلو من الزبده مع تقريبا 1/4 كيلو من العسل الطبيعي. غادي نذوب الكل على النار
ونرجع لكم الأخوات. إذا الأخوات الخليط بعد ما حمرته في الفرن أصبح على هذا الشكل، كيكون عنده هذا اللون هذا. ردوا البال الأخوات، ما تحمروهش ما يفوتش تحمر باش ما يتحرق لكم. إذا هنا غادي نضيف الكاوكاو. الكاوكاو هنا عندي راه شريته محمر، وغادي نضيف العنب الجاف. غادي نضيف دوك الفواكه المجففة. إذن غنخلط هاد المكونات. هنا بعد ما درت عندي الزبدة والعسل، غادي نبدأ نضيفها تدريجيا. نخلط الأخوات هاد الأصابع ديال الشوفان، راه كيجيو هائلين، جربوهم ما غاديش تندموا عليهم، حتى الوليدات غادي يعجبوهم هكا في الكوتي ولا في الفطور. دابا غادي نضيف الكميه المتبقيه. نخلطوا جيدا جميع العناصر، نخلطوهم. نضيف هذيك الكميه المتبقيه. إذا الأخوات هنا خلط جميع المكونات جيدا. إذا الأخوات هنا غادي نجيب الطاولة اللي غادي ندير فيها هذا الخليط يبرد في الثلاجة. درت واحد الفيلم أليمونتيغ كما كتشوفوا، غلفتها بفيلم أليمونتيغ، ودابا غادي ندير فيها الخليط. غادي نشوف على حسب الكمية اللي غادي تهز ليا. إذن كان قادوا هذا الخليط في الطاوله اللي غتمشي للثلاجه. اخوات هذا الخليط مهم، اصابع الشوفان مهم نخليهم يبردوا على الاقل 5 ساعات، والمستحسن اننا نخليهم ليله كامله في الثلاجه. إذن غادي نضيف الكمية المتبقية. نقادوا الجوانب جيدا باش نحصلوا على واحد الشكل متساوي. خوات مهم اننا نضغطوا جيدا على هذا الخليط. يمكن لكم تضغطوا باليد ولا تضغطوا باستعمال اي اله عندكم في البيت. انا استعملت هذه ديال الكريب، ضروري نضغطوا جيدا.
صافي الأخوات، هكا أصبحت أصابع الشوفان جاهزة باش تمشي للثلاجة. أنا غادي نخليها إن شاء الله ليلة كاملة، ونتلاقاو إن شاء الله باش نوري لكم النتيجة النهائية ديال أصابع الشوفان اللذيذة. خوات الخليط ديالنا بعد ما خليته في الثلاجه ليله كامله، دابا غادي نحيدو من هذا. هاهو من الاحسن الاخوات تخلوه ليله كامله. الاخوات نتوما من بعد كتقطعوه على الشكل اللي نتوما بغيتو، قطعوا الاصابع على الشكل اللي بغيتو. ده الاخوات الاصابع كيكونوا على هذا الشكل. إذا الأخوات أصابع الشوفان كيكونوا على هذا الشكل هذا. صراحة الأخوات جربوا هذه الوصفة ما غاديش تندموا عليها. أصابع الشوفان الكوتي ولا الفطور كيبغوهم الكبار والصغار، حاجة كنصايبها في الدار أحسن بكثير من التي تباع في المحلات. وحنا كنعرفوا جيدا أن هذه الأصابع ديال الشوفان كيتباعوا بأثمنة غالية، إذا من الأحسن أننا نحضرهم في البيت. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هذه الوصفه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر اللايك، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل. وخليتكم على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.